متابعي قناة حلب اليوم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم حزورة رمضان. حلقتنا اليوم من مدينة اعزاز، خليكم معنا. هذا البرنامج برعاية مطعم سيروب وشركة زين للاتصالات. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية، مبارك طاعتك وطاعتك يا رب. كيف رمضان معك؟ والله رمضان كويس وأجواءه غير شكل. شلون هيك تحضيراتكم كانت لرمضان وهيك شلون هلأ عم تستعدوا للعيد؟ والله الحمد لله، يعني بنشكر الله الوضع تمام. من وين حضرتك؟ من حلب. حلب، أهلا وسهلا. من وين من حلب؟ سكري. أهلا وسهلا. كيف هيك لقيتي اختلاف هوني عن حلب بأجواء رمضان؟ والله شيء أكيد، بعدين أنا إلي حلب صار لي 12 سنة ما شفته، بس هون وضع احسن حسيت. الله يردكم يا رب لمدينه حلب. جاهزه اسالك سؤال؟ تفضلي. كيف معلوماتك؟ نص نص. يعني معلوماتك العامه الثقافيه كيف؟ قلت لك وصلت. طيب بتحبي اسالك سؤال او او بتقولي لنا عن وصفه لطبخه مشهوره عندكم بحلب؟ هلا بحلب مشهوره عندنا طبعا اكل الكبه، بتعرفي انت يعني الحلبيه، بيجي برغل نعم وهبره ومنحشية، يعني مثلا صنوبر، كباب غنم، هيك جوز، لوز، هالشغلات هاي. بنساوي جنبها مثلا لبنية، هاي كباب لبنية، كبة المشوية. طيب كبة مقلية من عندها، هذيك منحشية شحمة. طب اعطينا وصفة الكبة المشوية. كبة المشوية كمان برغل وهبرة والحشفة بتكون شحمة ولحمة وشوية تفليفلة ونعناع، هيك نحن بنسويها ما بعرف. تمام، الله يعطيك العافية يا رب. وروحتي معنا جائزة مقدمة من مطعم سيروب، تفضلي. يعطيك العافية. الله يعافيك، مبارك. السلام عليكم عمو. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله يبارك فيك يا رب. كيفك؟ كيف الوضع؟ الحمد لله تمام بخير. رمضان معك؟ الحمد لله بخير. خليني احذر حضرتك، من الشام؟ لا والله من حلب. اهلا وسهلا فيك يا رب. من وين حضرتك؟ من حلب. من الشعار. اهلا وسهلا، الله يردكم يا رب لمدينه حلب. كيف البيع؟ الحمد لله، بس الوضع يعني بشكل عام تعبان كثير. هلا افضل هاي السنه ولا السنه الماضيه؟ لا السنه الماضيه كانت افضل بكثير، افضل. حضرتك هون مع قرايبينك كلياتهم هون ولا في بس انت عائلتك؟ لا بس عائلتي. الله يردكم يا رب لمدينة حلب ويرزقكم يا رب. جاهز عمو نسألك سؤال؟ كيف معلوماتك الدينية؟ الحمد لله ماشي الحال. من هو كليم الله؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى عليه السلام. بتربح معنا جائزة مقدمة من مطعم سيروب، تفضل. شكرا كثير. العفو. السلام عليكم. عليكم السلام. مبارك طاعتك. طاعتك يا رب سيدة محمد. كيف الوضع؟ كيف رمضان معكم؟ والوضع مخيم باب السلام، ساكنين وضع تحت الصفر، ولا طاعة الدورة عايش ولادي. أنا كنت واقف كتفي عشان ما أقدر أشتري الشغل. يعني عندي 5 بنات. الله يشفيك يا رب، خلي لك يا. الله يسلمك يا رب. شو عم تشتغل قلت لي؟ والله لم باغة. الله يرزقك يا رب. يسلمك يا رب. جاهز أسألك سؤال؟ تفضلي. ما هي أعظم سورة بالقرآن الكريم؟ حافظت كده بأول كتاب، أول القرآن، أول كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه؟ أول سورة نقرأ بالصلاة. الصلاة؟ الصلاة على النبي. فاتحة. فاتحة؟ حافظان هي. فاتحة صحيح. بتربح معنا جائزة مقدمة من مطعم سيروب، تفضل. يعطيك العافية.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بارك طاعتك عمو. الله يبارك فيك يا ربي ويبارك فيكم يا رب. الله يسلمك. كيفك عمو؟ كيف رمضان؟ الله الحمد لله. الحمد لله. تتعب. والله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تعب ما في. من وين حضرتك عمو؟ والله من الزيت. أهلا وسهلا فيك. شو بدك تخبرنا هيك مدينة عزان؟ والله الحمد لله كل وضع كويس. الحمد لله يعني تمام. الحمد لله على كل حال. الله يديم هيك يا رب الامن والامان. صحة والعافية يا رب. امين يا رب. جاهز عمو نسألك سؤال، كيف معلوماتك؟ تفضلي. كيف معلوماتك؟ والله معلوماتي شخصية يعني ضعيفة ما هو بالزيادة. طيب راح اساعدك. طيب. كم يبلغ طول الامعاء في جسم الانسان؟ نعم. كم يبلغ طول الامعاء في جسم الانسان؟ والله هي ما عرفتها. طيب 4 أمتار ولا 7 أمتار؟ أنا بقى الاحتمال الأول يعني الأربعة. نقول سبعة. سبعة أمتار صحيح. بتربح معنا جائزة مقدمة من مطعم سيروب. تفضل عمو. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك طاعتك. الله يبارك فيكم. كيفك؟ الحمد لله. كيف رمضان معك؟ الحمد لله. كيف الصيام؟ الحمد لله. وين حضرتك ساكن؟ باب السلام. جاي لهون تشتغل ولا تدرس؟ لا بشتغل هون. تدرس؟ ايه الحمد لله. ايش؟ سادس. شاطر؟ الحمد لله. برافو عليك. كيف علاماتك؟ الحمد لله جيدة ماشي الحال. شو صار لك ساكن بباب السلام؟ صار لنا شي 12 سنة. كيف الوضع؟ الحمد لله نشكر الله. جاهز؟ أنا ما رح أسألك سؤال، رح لك تقرأ لي آية قرآنية. سمعنا صوتك الحلو. جاهز؟ طلع الكاميرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حليفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومماتي لله رب العالمين. طيب هي آية قرآنية؟ قرآن. طيب هي الصلاة هي نبلش فيها الصلاة؟ الحمد. طيب يلا اقرأ لي اياها سورة الفاتحة. ما الحفظانة بتلاوضي معش انا بساعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اياك نعبد يستعين اهدنا الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله. تربح معنا جائزة مقدمة من مطعم سيروب. تفضل هاي جائزتك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك طاعتك. وطاعتك عين يا أنسة. بارك طاعتك. إن شاء الله. كيف حالكم؟ كيف رمضان معكم؟ الحمد لله رب العالمين. بس شغل بدي أعلي بيتك الليلة. الله يفرجها يا رب. من وين حضرتك؟ من حلب والله. وأنت؟ من حماة. أهلا وسهلا. بدك تخبرنا هيك عن حماة؟ والله يعني أهل حماة مشهورين بالكرم والطيب والنخوة. يعني إيش بدي أقول لك؟ الله يردكم يا رب لمدينة حماة. الله يحفظك. وانت وش راح تخبرنا عن مدينة حلب؟ والله الله يفرج علي بيت نرجع لحلب وما في شيء يعني شغل كله بحلب بس مو هالسؤال. الله يفرج يا رب. جاهز اسألك سؤال؟ كيف معلوماتك؟ الشاب عزيز تعرفي انت علي بيت كليته دي او كل اللي. الله يفرج يا رب. عم بقول كيف معلوماتك الثقافية؟ صعب. ما معلوماتك ضعيفة؟ طيب رح ساعدك. ما هي أعظم سورة بالقرآن الكريم؟ الحمد لله. طيب هي سورة الفاتحة. ومبروك تربح معنا جائزة مقدمة من مطعم كتكوت. مطعم سيروب. تفضل. رجعنا لك. كيف معلوماتك؟ وسط. يعني صعب عليك سؤال؟ لا كيفك. طيب ما هو اليراع في اللغة العربية؟ اليراع اليراء اليراء سهل على فكرة. الكتابة هاي خفيفة.
نكتب القلم؟ قلم صحيح، وبتربح معنا جائزة مقدمة من شركة زيل للاتصالات. الله يسلمكم يا رب. مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامجكم حزوره رمضان، انتظرونا بحلقات جديده والى اللقاء.